السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر بأرقامنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبدأها من قلعة سرغنة. معنا السي عبد الحفيظ. السلام عليكم سي كريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله مولاي، بارك الله فيك. وعلى باس عليك، داير مع الصحة؟ ولله الحمد اخويا، جزاك الله الف خير. وكنشكرك ودي سي الحاج، وهذا الشيء راه كيعجبنا، وملي رجعتي لنا كثرتي من هذا البرامج راه كنحبوا هذا الشيء بزاف. بارك الله فيك سيدي، جزاك الله الف خير. والله الا كنحبوك ودي لله ودي سي كريم، كنحبوا هذه الاذاعه ديال الاميد راديو، وكتعجبنا وكنستافدوا منك بزاف. جزاك الله الف خير، حفظك الله وراك صحه. اللي كتقولنا كنتبعوا الحمد لله الخير وبخير. يا ربي الله يزيدكم من فضله ومن نعيمه. امين ودي سي الحاج، الله يحفظك، الله يطول عمرك. يا ربي يا كريم اخويا، جزاك الله الف خير. وينك الداعي؟ يا مرحبا. الحاج الداعي مع شي دراري، وحال المره فيا مسكينه راه كتنض لك ديما ديما كتنض لك ومتبع معك، مثلا ما كملت كملتي ما كتحيد. الله يحفظها، الله يصلحها يا ربي، الله يحفظها ويصلحها. ودينا واحد الدعوه ديال الخير، وكان فهاد الاذاعه وكنحبوا الاذاعه وكنحبكم لله. هاد الاذاعه ديال ميد راديو راه احسن اذاعه كتعجبنا. جزاك الله الف خير، جزاك الله الف خير، شكرا. استاذ منك السي الحاج، الله يستافدنا منك هادشي اللي كتقولنا كنديرو، الحمد لله والشكر لله. الله يحفظكم مولاي. الله يتقبل، الله يتقبل، الله يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. شكرا لك السي عبد الحفيظ، وتحيه كبيره لكل الساكنه ديال اقليم قلعه سرغنه. كيقولوا قلعه سرغنه سر الغنى، قلعه سرغنه سر الغنى، يعني سرغيني سر الغنى. ربي سبحانه وتعالى ملي كيكون عنده الاخلاص وكيكون عنده النيه صادقه يفيض بالرزق. عدد ديال الاثرياء هم من سرغنه، وسبب ترائهم هو انهم كيكونوا فيهم الاخلاص وفيهم الايمان وفيهم اليقين. وسبق لي ان التقيت واحد العدد كبير منهم في الديار المقدسه، وتبارك الله وجوه الخير، قلوبهم عامره بالخير وكيسعوا في الخير. وكنتفاجئ بان مدير الوكاله تا هو سرغيني، تا هو سرغيني، سبحان الله العظيم. سير الغنى، الله يكمل الرجاء. سي عبد الحفيظ، احنا في هذه الساعه المباركه ومعنا المستمعين بالالاف، ربما بمئات الالاف، ربما بالملايين كيجتمعوا معنا الان داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وفي كل الاقاليم. وملي كيكونوا اهل الخير مجموعين وفي وقت متاخر من الليل، صلينا العشاء والشفاء والوتر وذكرنا الله تعالى، وهذه الساعه المباركه مسعوده وهي ليله الجمعه، الليله المباركه، كتكون جميع الاسباب ديال استجابه الدعاء مجموعه وابواب السماء مفتحه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أخي عبد الحفيظ أن يحفظكم الله تعالى بالسبع المتاني، ويحفظكم بالقرآن العظيم، ويحفظكم ربنا سبحانه وتعالى بنور وجهه العظيم، وأن يبارك لك في الزوجة وفي الأولاد وفي العائلة وفي الأحباب وفي المقربين، ويبارك الله تعالى في جميع المؤمنين والمؤمنات، ويرحم موتانا وموتاكم وموت المسلمين، ويحقق لنا الرجاء ويبلغنا المقصود، إنه سميع قريب مجيب. اللهم آمين، اللهم آمين يا ربي يا كريم. نتحول إلى إقليم شيشاوة. معنا للا نعيمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الحاج، حياك الله للا نعيمة. كدير الحاج؟ لبس بنتي، بارك الله فيك، الله يحفظك لنا كما حفظ بيديك. راه الحياة كما انت سيدي محمد اللي متبعين من اللي في جمعة الفجر مع الصباح، هذا بارك الله فيك لنا اللي يشد لي معك الخطة الحج. الله يحفظك والله يحفظ لنا مالك. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. الله يرحم لك الوالدين، بغيت لك واحد الطلب. الله يرحم لكم الوالدين ديريا، دعاء الوليدات ما عندهمش الظهر في هذه الدنيا الحج، ما ساكن لا إله إلا الله دراويش. وبين نسختك الله يرحم لك الوالدين،
كانوا مسؤولية واحد جوج وليدات ملي كانوا صغار واش احتاجوا الصداقة ولا لا؟ أيها لا لا إله إلا الله عظم الله أجرك لا إله إلا الله. عمرني سولت وكان حير حتى كان قالت لي واحد المرأة عاودت لي كانت مريضة في هذا الشيء ديال اللمس وكان مات لها واحد الولد وقالت لك حلمت به مات لها صغير وشافته قالت لك حلمت به قالت لك وقف عليها في الليل قال لها علاش ما كتسوليش فيا الله يرحم لك الوالدين سي الحاج. واخا الشريفة للنعيمة واخا لالا الله يطول عمرك الله يحفظك والله يصبرك لالا الله يصبرك الشريفة هو الشريفة الأموات إذا ماتوا هما صغار هما مرفوع عنه القلم قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ فالصبي الذي لم يبلغ الحلم هو ما عنده تكليف ما عنده تكليف لهذا هو مرحوم وهو مكروم وهو من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب حتى جاء في بعض الأحاديث أن أول من يدخل الجنة هم الأطفال الصغار الذين ماتوا في المهد لأنهم لا زالوا على الفطرة السليمة وصحيفتهم نقية بيضاء فلما يأذن لهم الله تعالى بالدخول إلى الجنة يقولون يا ربنا لن ندخل إلا وأمي وأبي في يدي فينادى على أمه وينادى على أبيه ويدخلان على ما كان عليهم من عمل على ما كان عليه من عمل لأنه يشفع لأن الشفاعة هذا حديث الشفاعة طويل جدا في الشفعاء لغي شفع يوم القيامة منهم الأطفال الصغار الذين ماتوا في المهد وفي رواية ثانية أن الإنسان قد لا يجد أولاده في عتبة الجنة وإنما لما يدخل هو إلى الجنة ربنا عز وجل يوزع علينا الإقامات وهناك بيوت الحمد من أعظم البيوت في الجنة تسمى بيوت الحمد تتراءى من بعيد أنوارها مشرقة فيقول العبد المؤمن يقول له الله تعالى لمن فقد ابنه أو ابنته في الصغر يقول هداك بيتك من بيوت الجنة فينبهر لما يرى أن بيته أفضل من بيوت من بجواره فلما يريد أن يدخل إلى البيت يجد الباب مغلقا فيطرق الباب على استحياء فيفتح له فاتح فلما ينظر يجد بأن ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة التي فقدها في الدنيا هم الذين يفتحون له فيجد الله تعالى ويراه رأي العين يبتسم ويضحك ويقول له هذه وديعتك التي استودعتنا إياها قد رددناها إليك خذها فيفرح آنذاك المؤمن ويحمد الله لما رآه من نعيم عظيم أكثر من الآخرين هناك أناس يصلون وهناك الناس يزكون وهناك الناس يحجون ويعتمرون بل وهناك أناس يجاهدون في سبيل الله ولكن الصابر على البلاء والصابر على الامتحان يفوقهم يفوق كل هؤلاء يفوق المصلين والراكعين والساجدين والحاجين والمعتمرين ويفوق العلماء ويفوق والمجاهدين في سبيل الله لماذا؟ لأنه كان صابرا وربنا عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالأطفال الصغار إذا أردنا أن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وهم مرحومين فلا أحد يسأم من دعاء الخير الاستزادة من الخير إذا دعيت له بالخير فربك يرفعه مقاما إلى أعلى مقام لأن الجنة مقامات شوف غير الدنيا وكيف هي مقامات الدنيا فيها مقامات لا تلقى أحياء شعبية فقيرة وأحياء متوسطة وأحياء غنية والناس في الرتب كاين سلم واحد سلم خمسة سلم عشرة خارج السلم مراتب هكذا الدنيا مراتب وربي عز وجل قال لنا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فالإنسان في الآخرة يرتقي درجات فالطفل الصغير إذا تصدقنا عليه واحد صدقة أو دعونا له بالرحمة والمغفرة وخو مرحوم ومكروم ولكنه يزيد في الرحمة ويزيد في علو الدرجة لالا نعيمة وليداتك اللي باقين معاك ما عندهمش الزهر فعلا كين الزهر هو الوضع المعيش صار صعبا ماشي ما عندهمش الزهر الواقع صار مرير
واقعنا المعاصر صار صعب وهو في الأصل سهل. احنا في العصر ديالنا الله سبحانه وتعالى أعطانا من الخيرات والبركات ما لم يعطهم للعصور السابقة. أفضل الرزق وأفضل الكرامات أعطاها الله لنا في عصرنا هذا. شوف الخير شحال مدفق، الأسواق الكبرى اللي كون سيرفاس كتدخل ليها كتلقى فيها من كل شيء، البنوك ممتلئة، الأماكن اللي هي كتبيع التجارة على السيارات ودينا كل شيء ممتلئ، الخير كثير. ولكن اللي ما كاينش هو القناعة، وكاين هناك الاحتكار، وكاين هناك لوبيات ربما مازال قلوبهم عطشانة ولم تشبع من جمع الأموال، وهذا وقع صراع. دابا ربنا عز وجل خلق لنا الرزق ولكن ناظر كيف تصنعون، ناظر ينظر إلينا كيف نصنع، كيعطيك المال، كيعطيك السلطة، كيعطيك واحد الموقف عظيم وكينظرك كيف تصنع. أما إذا كنت من الذين يعلمون بأن الله تعالى يراقبهم فإن سكت عامل بالحسنى، وليداتك باش يعطيهم الله الرزق في خضم هذه الوقائع المتردية وهذا الغلاء الأسعار وهذا الوضع المتأزمة، احنا كنطلب الله سبحانه وتعالى اللي بيده الرزق. المشكل الأكبر عند الناس هو مشكل الرزق، والحمد لله الرزق الله تعالى ما جعلوش لا عند الحكومة ولا عند صندوق النقد الدولي ولا على عند منظمة الأمم المتحدة ولا عند أي شيء. الرزق ما كيش عند البشر، اللي عند البشر غير واحد شوية الرزق أعطى لهم الله تعالى والناطق في تصنعهم. أما الرزق الحقيقي هو عند الله تعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هو الذي ربنا عز وجل أقسم بأن هذا كلام حق مثل ما أنكم تنطقون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حينما نزلت هذه السورة هذه الآية واحد الأعرابي فصيح اللسان قال ما الذي جعل رب العباد يقسم؟ علاش ربك يقسم؟ فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قالك لأن الناس كذبوه، الناس ما كتيقوش. اللي قلت لي بأن الرزق راه ما كاينش عند البشر، راه ماشي عند الحكومات ولا عند المنظمات ولا عند الصناديق الدولية، راه الرزق عند الله تعالى، كيقول لك وهذا كلام طوباوي، هذا كلام خيالي، هذا كلام يدغدغ العواطف، ما يصدقش. لكن الرزق في السماء، الرزق أيضا في السماء حقا، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. احنا في خضم هذه الحياة الصعبة وهذه الصراعات القائمة وهذه الظروف اللي هي لا تسر، احنا غنديروا واحد طريقة سهلة مهلة وغنكونوا إن شاء الله من الفائزين، وهي غنرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى ونرفع أكف الضراعة إلى السماء ونقول يا رب السماء، يا من رفع السماء بغير عمد أرزقنا رزقا طيبا، أرزقنا رزقا حلالا، أرزقنا رزقا خيرا، وغتشوف الخير اللي غينزل. وغدا إن شاء الله تعالى المغرب ديالنا غادي يقيم صلاة الاستسقاء غدا الجمعة صباحا مع العاشرة، وكلنا مدعوون أننا نسير على قلب رجل واحد، نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل وننظر إلى السماء ونقول يا رب أنزل علينا من بركة السماء، وغتشوف الخير لك الصدق ولك الإخلاص، غتشوف الخير ربنا يتجاوب معنا. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم رزقا حسنا. للا نعيمة الله يرحم لك ولدت كلمته، الله يسكنه فسيح الجنة ويكون يوم القيامة شفعاء لكم ولوليت لهم على قيد الحياة، الله يطول لهم العمر، الله يزكي لهم العمال، اللهم تعالى يفتح لهم أبواب الخير، اللهم تعالى يحقق لكم الرجاء ويبلغكم المقصود. وكل من قال آمين الله يخلي له ولداته وبنيته، قولوا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من شيشاوة إلى طنجة معنا للا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وغيت أقول لك تدعي معي الله يرحم والديك. يا ربي يا ربي يا للا نادية، يا ربي يا بنتي. عيت لك شحال هادي وقلت لك زعمان عيانة شوية تدعي معي. الله يشفيك بنتي يا ربي يا ربي. بإذن الله بإذن الله. دعي لي مع بنتي وولد بنتي. يا ربي يا للا نادية، يا ربي يا كريم.
يا ربي يا ربي يا كريم، ما يكون عندك بس لالا، ما يكون عندك بس. الله يحفظ لك وليداتك جميعا. شكرا لك نادية، شكرا لك. كنقولوا لماذا هؤلاء الناس كل واحد من مدينة، لالا نادية من طنجة، لالا نعيمة من شيشاوة، والسي عبد الحفيظ من قاعة صراغنة، وغيرهم كثير كيتصلوا بالإذاعة وكيطلبوا الدعاء. لماذا؟ ربنا عز وجل قريب منا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى ما قالش فقل إني قريب، ما قالش قل. جميع الأسئلة في القرآن كاين 17 سؤال في القرآن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج، ويسألونك هكذا فيما كيقول، ويسألونك كيقول قل قل يا محمد. إلا في الدعاء ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب. لماذا؟ لأن الله ليس واسطة بينه وبين خلقه. فلماذا هؤلاء الناس يتصلون بالإذاعة ويقولوا الدعاء؟ السبب وهو أننا في الإذاعة الآن عدنا واحد الامتياز، عدنا التجمع. لأن الإنسان إذا دعا بينه وبين خالقه يقدر يكون عنده شي مانع من موانع الاستجابة. هناك موانع الاستجابة في الدعاء. أشنا هي الموانع؟ أول مانع من موانع الاستجابة هو إنسان إذا أكل طعاما حراما، إذا أدخل إلى جوفه طعاما حراما. وقد قال صلى الله عليه وسلم كالرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب له. قالوا العلماء إذا كان الإنسان لا قدر الله كلا واحد لقمة واحدة فقط حرام، الدعاء لا يستجاب. وفي الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في سفر وجاء متعبا فقال لخادمه يا غلام هل من طعام؟ قال أي نعم في لحمة. قال اشويها وهاتها وبسرعة. فقام بشوائها وقدم له على وجه السرعة، فبدأ أبو بكر يأكلها. ما إن مضغها سأل الخادم يا غلام من أين لك هذه اللحمة؟ قال مررت على قوم من أهل الجاهلية في عرس ذبحوا ذبيحة فأهدوني إياها. فأخرجها أبو بكر الصديق من فمه وقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لقمة أدخلها العبد إلى جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. فإذا كان الإنسان لا قدر الله تعالى وكل الحرام ما يتقبلش منه الله تعالى، هذا السبب الأول. السبب الثاني أيضا اللي ربي ما كتقبلش به الدعاء، إلا كان الإنسان عنده قطيعة رحم بدون سبب وجه، هاكا يعني غير كبرياء وخيلاء وعجب، قطع الرحم على العائلة ديالو، مع خوتو، مع أولاد عمو، مع أولاد خالتو، مع نسابو، مع الأصهار ديالو، مع الناس اللي هما يقرب له، قطع الرحم لأنه ربما تكبر عليهم وتجبر عليهم، هذا أيضا دعاؤه غير مستجاب. كذلك النوع الثالث الذي به كيكون موانع الاستجابة وهو الإنسان إذا كان في قلبه واحد ضغينة ما نساهاش، داز 3 أيام وزيادة وما نساهاش، يعني حقد دفين في قلبه، هذه أعمال كتحجب الدعاء. فيقدر كل واحد منا دون أن يشعر يقدر يكون واكل شي لقمة حرام، يقدر يكون قطع الرحيم مع شي واحد من العائلة والأحباب، يقدر يكون في قلبه شيء من حتى شوية ضغين على غضب أو حقد على شو واحد من لأذاب، هذه أسباب موانع الدعاء. لكن إذا وقع التجمع، إذا كانوا الناس في جماعة الدعاء مستجاب. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى عيوبنا ولا ينظر إلى خطايانا ولا ينظر إلى سلوكنا، وإنما ينظر إلى تجمعنا. وإحنا في هذه الإذاعة ربي كتب لنا التجمع، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا تجمع 40 نفر، 40 غير 40 واحد جمعوا وقالوا أجي نديروا الدعاء، الله سبحانه وتعالى لا ينظر لا إلى طعام حرام ولا إلى ضغينة ولا إلى قطع رحم، يستجيب الدعاء على ما أحوال الناس. لهذا التجمع عظيم، تجمع عظيم. وكانوا الصالحين والمغاربة معروفين أنهم كانوا كيديروا واحد الصدقة، شو واحد عنده شي عكس او بغي يوصل شي غراض او بغي يدير شي مشروع، كيبغي يدير واحد الدعوه كيجيب الفقهاء وكيدير واحد الموائد ديال الاطعام وكيجمع الناس وكيبقى يحسب واش كمل النصاب 40 ام لا.
خصو يكمل 40، خصو يجيب 4 طبلات ديال القليده او 4 القصعات ديال الكسكسو. علاش؟ لان كل طبله او كل قصعه فيها 10 10 20 30 40 كيحسبهم. ملي كيكبر 40 عاد ديك الساعه كي وكاين اللي كيجيب طلبه القران، كيمشي لواحد المعهد قراني وكيجيب واحد الكار، والكار كيهز اكثر من 40، كيكري كار ولا بيش حافله وكيجي فيها اكثر من 40 واحد من الحفاظه باش يخرجوا السلكه ويديروا الدعاء ويقولوا امين. يعني كتمشي الدعاء كيمشي يقيني الى الله تعالى ويستجيب 40 نفر فما زاد عنها. وحنا الان في الاذاعه الحمد لله رب الالاف المؤلفه، الناس كيسمعوا فينا وان شاء الله ربي يستجيب. ومن البشارات يعني سنوات هذه 14 سنه وحنا في هذه الاذاعه، يا ما الناس مساكن فرحونا. كاين اخوات جليلات كان عندهم العقم كل 10 سنين 13 عام 14 عام، والله وبالله وتالله اقسم غير حانت ما كيولدوش، ومشاو عند الاطباء ومشاو داروا الزيارات في الاضرحه وداروا الطب التقليدي وداروا جميع الاسباب، وسبحان الله ملي دعاو في الاذاعه والله العظيم عطاهم التوام. كنعرف واحد العدد منهم كلهم جاهم التوام، ماشي واحد ولا جوج، توأم عدد. ومنهم من ذهبت إلى بيتهم وشرفوني، قال لي في الحقيقة غدبحنا الذبيحة وكندبح ذاك الخروف وفرحانين بذاك الخير. وش حمل واحد كان عنده مرض خبيث سرطان وعنده، وربي سبحانه وتعالى شافاه وعافاه، بدله دما خيرا من دمه ولحما خير من لحمه وعظما خير من عظمه. وش حامل واحد كان كيعيش الديون والفقر، والله الى انسان كان خبرنا بان ضاع عليه الاموال كل اللي جمعها بقلبها في واحد المشروع مع واحد الناس ذاك الربح السريع. اياكم تثقوا بهم اصحاب الربح السريع، هو يا داروا ليه الطلاسم ودخل معهم بكل ما يملك، وبعد مده اكتشف بأنهم نصب واحتيال، ضاعت له كل ثروته وأمواله وشعر بأنه غيتشرد. وبقوا الناس كيدعيوا والله في هذه الإذاعة إلى بعد هذاك الشيء جمعوا تقريبا 30 عام باش جمع ديك البركة، وضاعت لي في صفقة واحدة مشى لي كل شيء. ولكن ملي جاوا دعوا في الإذاعة والله وبالله وتالله أنا حضرت لي وشفت كل شيء بعيني، ماشي شي واحد حدثني. أقل من سنة رجعت لي الأموال ديالو. كان في ما كيدخل شي بيعه وشريه كيحط يدو على 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 اي حاجه كيربح كيربح بالاضعاف المضاعفه. مشى كيبيع وشري، يدخل هنا يدخل لهاد الجيف الحلال، كيمشي متوضئ وكيمشي ذاكر. كنت كنوصيه الا دخلتي لاي سوق غتقول الدعاء النبوي الشريف، اشنو هو الدعاء ديال الربح، وحتى واحد مدي لك رزقك وربي حاميك. ولا غير مع الاخيار والابرار كتقول الهيلله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قول 10 مرات ودخل السوق وبيع وشري ودير النية، وغتشوف بأنك غترجع إن شاء الله بالرزق الوفير. سنة واحدة جمع فيها أكثر مما جمعه في 30 سنة، رد الله إليه رزقه كله. وقد أخبرني بأن في الأسبوع الأول مدلوا لي الناس الدعاء في الراديو، في مدرة ديودة للدعاء، هذيك الجمعة الأولى رأى نفسه أنه في المسجد يصلي، فكان ساجدا، فلما رفع رأسه لقى الناس كلهم خرجوا ما بقى حد. من اللي خرج ولقى واحد الشنطة كبيرة عمر بالأموال، فقال لمن هذه الحقيبة؟ حتى واحد ما يجيبه، لمن هذه الحقيبة؟ مش عند الفتاكي ولاد الحقيبة لمن؟ ما جاوبوش حتى واحد، كلهم صمون بكمون حتى واحد ما كيجاوبوا، والحقيبة بقت بلاصقة بلاصته. من اللي حلق لقى كلها أموال، فقال لي شنو التأويل الرؤيا؟ قلت له سيأتيك الله برزق، يعني ما شافت عين ما وجع قلب، غيجيك هدية من عند الرحمن جزاء صدقك وجزاء إخلاصك. قلت لي إلى جاك ذاك الرزق لا تنسى الفقراء لا تنسى المساكين. وسبحان الله العظيم مشى وربي كرمه. فالدعاء الجماعي أيها الأحبة الكرام في الله تعالى معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه من أمرنا. والله يا أيها الأحبة الكرام في هذه الإذاعة رشت الصحابة جو هنا في هذا المقر، وشت الملائكة جو في هذا المقر، والله شت الجن، والله الجن رأيتهم بعيني هكا في هذا المقر من اللي سمعوا القرآن الكريم يتلى، سمعوا القرآن الكريم يتلى. ودوك الجن بغيت نمسكهم بيديا وكيبانوا لي كأنهم مجرد سحاب أبيض كنشدو ما كيتشدوش، ويقال إحنا جن مؤمنين. وقال لك اللي قال فيهم الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به.
لماذا رجعنا كندير القرآن الكريم؟ لأنني فاش كندير القرآن الكريم هذه واحد خمس سنوات والله جاو عندي جماعة من الجن وأنا بين اليقظة والنوم قال لي احنا كل نهار احنا معك في الإذاعة كنسمعوا القرآن الكريم مؤمنين صادقين، لأن الجن هذو كتسموا العلويين اللي هما يا كيمشوا معنا كل عام للحج ملي كتمشوا للديار المقدسة حتى هما كيلبسوا الإحرام وحتى هما كيطوفوا حول الكعبة وحتى هما كيسعوا بين الصفا والمروة وحتى هما كيوقفوا في جبل عرفة. وسبحان الله العظيم تقريبا 14 سنة متتالية كل عام كنوقف في جبل عرفة وكنحس بهم، كنحس بهم لأن ربي قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهاد الدعوات اللي كنقولوها راه إن شاء الله تعالى نطلب الله يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، راه الحاجة مقضية كنا مطمئنين الحاجة مقضية وإن شاء الله تعالى الراية مرفوعة والكلمة مسموعة والرزق متصل غير منقطع. فاللهم يا ربي يا كريم أختنا نادية من طنجة اللهم شافيها يا ربي، أنت الطبيب يا ربي، أنت المعالج يا ربي، أنت على كل شيء قدير، اشفيها وداويها وعافيها. رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. يا ربي أرنا عجائب قدرتك يا شافي يا عافي الباري تعالى، اشفيها واشفي يا ربنا جميع مرضى المسلمين يا ربي، كل من كان مريض، كل من كان سقيم، كل من كان عالم اللهم شافيه، اللهم عافيه، اللهم داويه. أنت الطبيب وأنت المعالج ونحن المرضى ونحن العباد. يا رب نتضرع إليك، ارحم ضعفنا بين يديك، وإنك رؤوف رحيم بالعباد، ارحمنا وارحمهم وارحم جميع عبادك المؤمنين منين اشفنا ببركة الصلاة على مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونواصل أيها الأحباب الكرام ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول من طنجة إلى أين؟ إلى فاس. معنا للا أم محمد. السلام عليكم عم الحاج قريضان مزيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنتي، بارك الله فيك. بخير أمور مزيانة، كل شيء مزيان، العائلة كل شيء بخير بنتي، حفظك الله ورعاك. يمكن راك تكون قدرتي تذكرني، راني فايتة اتصلت بكم هذه ثاني مرة على الوليد. أيها بنتي مريض أم محمد، الوليد عندي مريض من هذه عام، وكنمشي عندهم الطبيب المركب وما داروا معايا حتى شي حاجة، والوليد رجله نقصت وعنده غير العظيم فالت، وقالوا لي بأن ديري له الترويض وغادي يرجع له ذاك العظيم، وما لقيت شي الإمكانيات، وقولي اتصلت بكم جزاكم الله خيرا إلا كانوا شي محسنين ديال الخير وعندهم غير خير وأجر عند الله كبير تعالى وتبارك. إلا بغيوا تعاونوا معنا بغيت نديه للدار البيضاء إلا سهل الله، عندك دكتور هشام إلا سهل الله تعالى وتبارك، وكانوا ناس الخير. أيه أيه إن شاء الله يا على الله يوقف معهم تعالى وتبارك ويوقف مع وليداتهم وعندهم أجر كبير عند الله تعالى وتبارك، جزاهم الله خيرا يا رحمن يا رحيم. أيه شحال العمر ديال الوليدة لالا محمد؟ شحال العمر ديالو دابا؟ عاد خلي 16 سنة. وفين عنده العظم؟ عنده العظم فين في اللي عنده في رجل الشمال الورك ديالو فالت له شي شويه ليلة. العظم ديالو اياه لالا اياه ان شاء الله يا ربي يا كريم باذن الله. اياه داك الدكتور هشام كاين الان في الدار البيضاء في منطقه بوسكوره، يعني حسب ما رايت عدد ديال الناس كيجيو هكا عندهم حالات ديال العظام وخاص في العظام وكيرد العظام لبلاصتو، يعني بواحد الطريقه فيها علميه وفيها البركه، يجمع ما بين العلم وما بين البركه وكيجيب الله التيسير. الله يرحم الوالدين جزاك الله خيرا عم الحاج. واخا ام محمد نحتفظ بالرقم ديالك، غنقول اخي سامي في الاخراج وفي التواصل يحتفظ ديال بالرقم ديالك، وان شاء الله ام محمد يا ربي الله يشافي لك وليدك. امين الله يشافي ويعافيه. لالا ام محمد احكي لنا، انا خديت الرقم ديالك ملي مشيتي للسبيطار تما في فاس، اش طلبوا لك لالا؟ ترويض؟ ما طلبوا لي الترويض في المره الاولى، قالوا لي بان خصو عملية وخصو تيزيد 8 سنين عاد نديرو له ديك العملية، وهو ما كاين لا عملية لا والو، على حسب ناس اخرين سمعوا ديك الهضرة وداك الشيء، دكاترة اخرين سمعوا ديك الهضرة وقالوا لي هذا الشيء اللي تيقولوا راه غير ما كاينش هذا الشيء، بأن عنده غير داك العظيم عا يرجع للبليصة ديالو وما يكون غير الخير عند الله، وعطاو لي ربما ما لقيتش
وربما هو في طور النمو، دابا عنده 16 سنه مازال في سن المراهقه ومازال عنده النمو، مازال النمو ما كيتوقف حتى 18 او 19 سنه عادي يوقف، ربما قال لك خصو يتسنى شويه حتى لان النمو ديالو مازال زايد غادي يزيد ولا اله الا الله. ولكن عمي الحاج سمح لي هو واحد الدكتور يعني زايد عليهم، هو عيط لهم وقال لهم تعطيه الترويض باش يرجع له العظيم لبلاصتو. اييه هو كنا خلينا لهم الميره تما كاينه وعطاو وصيفطوا له دوك السكانيرات للدكتور وشاف ديك في الحاله ديالو وقال لهم بانه راه ما خصو لا عمليه لا شي حاجه، خصو غير الترويض وداك العظيم غير يرجع مع الدري، مازال صغير مازال صغير ان شاء الله يتشافى بسرعه. امين يا رب الحاج عمي الحاج الله يسهل عليك ويجازيك الله بالخير، الله يرحم الوالدين والله الا كانوا كيسمعوني اخواننا المحسنين جزاهم الله خيرا. انا راه ما لقيت شي مجهود لهاد الوليد وراني كنشوف فيه وكنتقطع والله اللي عالي وعالم، الله يجازيهم بالخير ويديروا حسبوه حتى هو واحد منهم بحال وليداتهم جزاهم الله خيرا، يعاونونا راه الامر لله لما لقينا شيء باش نكونوا مع هاد الوليد وكنشوفوا فيه وكنتقطع. لا اله الا الله، الله يشافي لي ان شاء الله. انا نتواصل معك على ام محمد وان شاء الله ننسقوا ان شاء الله باش يقدر يجي على الاقل هنا في الدار البيضاء عند الدكتور هشام اللي هو كيدير قدم المساعده للناس الضعفاء مجانا ان شاء الله، وربي يجيب الشفاء من عنده سبحانه وتعالى. الله يشافيك ويعافيك ويداويك، انه سميع قريب مجيب، والله يرحم ضعفنا الله يرحم ضعفنا. ومن الامور الانسان كيكون هكذا مريض بالعظام انه كيوضع اليد اليمنى على مكان الداء، هذا من طريق العلاج للعظام. في القرآن الكريم مذكورة في سورة ياسين، قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يكون شي واحد عنده حالة مرضية في العظام كنوضع اليد اليمنى على المكان ده، إما في اليد أو في الرجل أو في الورك أو في المكان اللي فيه الألم، كنوضع اليد اليمنى وكنقرأ الفاتحة هي الأولى، والفاتحة بها كنفسحوا الأبواب، ثم كنقرأوا هذه الآية ونكرروها، الآية ديال العظام اللي كاينة في سورة ياسين، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قرأوا هكذا 7 مرات أو 11 مرة، وكل مرة كنصلوا على النبي بالوحدة الوحدة، قالوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، ونزيد نقرأوا تاني، قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، ونعود نصلوا على النبي مرة تانية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. كنقرأ بها الصدق بها النية والتفويض للخالق، لأن احنا صنعة والله تعالى هو صانعنا. من اللي كيوقع لك واحد الخلل في واحد الجهاز كنمشيو عند لا ميزون اللي صوبتو لنا سيارة ولا عندك ثلاجة ولا عندك حاسوب، كتمشي عند الشركة المصنعة. كذلك احنا من اللي كنمرضو لا بد أن الإنسان أنه كيلجأ إلى الصانع، إلى الصانع سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله الكريم أم محمد أن يشافي لك الإبن ديالك، الله يرزقه الصحة، الله يرزقه العافية، الله يرزقه القوة، الله يرزقه المدد، الله يطبه في المنام وهو نائم وتنزل عليه في الليل العناية الإلهية والرعاية الربانية، ويقوم صباحا وقد شوفي وعوفي وقد قام بصحة وعافية جيدة. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام من فاس إلى أين؟ إلى منطقة أيت بعمران. معنا سيمبارك. سي الحاج بخير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سي الحاج، مازال كن بخير؟ حياك الله، الله يبارك فيك أبو لي. لا بس حياك الله سي الحاج،
ولكن كنهضر بالمشرقية ما كنعرف العربية. ايا كيف ما تكلمت يا مولاي احنا غنفهموك، اللي فهمك باللسان الامازيغي راه فهمك، واللي ما فهمش مثل الامازيغي فهمك بقلبه، نفهموك بقلوبنا خويا، غير تكلم وغنفهموك. وتحيه لاخواننا واحبابنا الامازيغيين. لا يحمل والدنا شي حاجه. مرحبا. لا بدا عانينا قمره يمزخت. اييه شي حاجه تسمع هذيك، تسمع هذيك المره. الله يطول عمرك والله يعشر خطواتك مولاي سي مبارك. سيمبارك الو انقطع الخط للاسف الشديد. على كل حال تحيه كبيره لمنطقه ايتب عمران، هذه المنطقه اللي معروفه بالمجاهدين، هذه فيها رجال المقاومه. ملي كنسمعوا منطقه ايتب عمران كنتفكروا الرجال ديال المقاومه الاشداء البواسل الذين قاوموا بقوه المستعمر اللحظه اللي كان الاعتداء وقع للمغرب. واحد مجموعه ديال الاماكن اللي فيها الناس اللي عندهم الروح الأبية انتفضوا ضد الاحتلال وطردوا المستعمر ونصروا البلاد وأعز الله العباد، فتحية لهم جميعا. سيمبارك أخويا تنقطع الخط، نتعاود تصل بنا مرة ثانية. كنشكرك أولا على الاتصال ديالك، والله يبارك فيك، واللهم تعالى يمتعك بالصحة، واللهم تعالى يمتعك بالعافية، واللهم تعالى الغرض اللي نويتيه الله يقضيه لك، الله يجعل حاجتك مقضية يا ربي. ما في قلبك ونفسك وضميرك ربنا أعلم به، اللهم تعالى عجل لك بالفرج، اللهم تعالى عجل لك بالفرج. وحنا كنحييو إخواننا الأمازيغ اللي لولاهم ما كان القرآن الكريم غادي يلقى هذا الإشعاع. راه اللي هز الإشعاع ديال القرآن الكريم واللي هز الإشعاع ديال اللغة العربية راهما العلماء والفقهاء الأمازيغ. إلى لقيتي دابا الآن أعظم الكتاتيب القرآنية وكبار المدارس ديال التعليم العتيق اللي حفظت القرآن العظيم وحفظت المتون وحفظت الفقه وحفظت الحديث وحفظت التربية اللي هي قائمة على الوسطية والاعتدال، هي هذه المدارس العتيقة اللي في المناطق الأمازيغية. فلولاهم لضاع الكثير من العلم ومن الفقه ومن الحديث، فبارك الله فيهم وزادهم الله من عزة وزادهم الله رفعة. لا أقول هذا الكلام مجاملة، أن عاشرتهم معاشرة كبيرة في الديار المقدسة، في الديار المقدسة تما كن لابس غير الإحرام شي ما كيعرف شي. ومن بعد تكتشف الإنسان كتلقاهم الحمد لله عندهم واحد الهمة عالية، والأثرياء ديالهم هما اللي كيصرفوا على الكتاتيب القرآنية، عندهم ما يسمى بالمعروف. المعروف هما كيتجمعوا الناس كلهم الضعفاء والمساكين والقبيل وكيديروا المعروف، الأكل والشرب للجميع، كل شيء يأكل كل شيء يشرب كل شيء يتهلى، هذا المعروف ديالهم. ثم الفقهاء ديالهم وطلبة العلم يتم إكرامهم، ما يمكنش يعطي يبدأ في الأول أي ربح، ربحوا إلا وكيعطيه يبدأ بطلبة العلم وبالكتاتيب وبالتعليم العتيق هي الأولى، عاد يعطي الشيء الآخر. لهذا ربي أكرمهم بالمال وكانت تجارتهم رابحة، فبارك الله في الجميع. شكرا لك أخي مبارك، الله يحفظك ويرعاك. وحنا كنتسناو مكالمة أخرى، للأسف انقطع الخط معك، معذرة أخي مبارك. وغنتحولوا من أيتب عمران إلى منطقة أسفي، معنا للا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالمرأة المرضية. حياك الله لالا، حياك الله. الله يكبر بك دكتور، الله يكبر بك. أنا المهم غنباركك وخا ما عرفت واش جات عندك شي حاجة، كنسمع الناس كيباركوا لي. أنا غنقول لك مبروك بزاف، ما عرفتش عندي وليدين ولا شي حاجة. هذا شي شهر جات عندي واحد البنية، بنية عندي دابا 4 وليدات، واحد البنية. الله يحفظك الله يحفظك لالا، خليك وليداتك. الحمد لله دكتور، الله يفرحك بوليداتك يا ربي وبهذه البنيه، الله يجعلها من اهل الجنه يا ربي يا ربي يا كريم. بارك الله فيك لالا، مبروك عليك زياده دكتور، مبروك عليك زياده. الله يحفظك لالا ام محمد، الله يخلي لك وليداتك وبنياتك يا ربي. اي دكتور، دابا انا عندي 4 ديال الوليدات الحمد لله. اي عندي 4، جوج ذكور جوج اناث، الله يخلي لجميع وليداتهم وبنياتهم يا رب. الله يجعلهم من الصالحين، الله يجعلهم زياده، اللهم امين، خير الاسلام يا ربي يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. دكتور، الليله ليله الجمعه كيف ما قلتي، هذه الليله المباركه العظيمه عند الله عز وجل، ايام الله كلها زوينه، وهذه الليله تبارك الله راه ليله الجمعه. بغيتك دكتور دير واحد الدعاء لواحد السيده راه عيانه شويه، وهذه السيده دكتور غاليه عليا بزاف وعزيزه عليا في العود ديال الام ديالي، هي لوستي دكتور، ما بغاش نذكر الاسم ديالها، يعني انسانه طيبه. أيه.
حاجتها ما هي ليها. مني كان مرض هي اللي كتسول فيا، مني كانت الام ديالي عيانه هي اللي كتسول، يعني كتسول عليا في كل وقت، في الصباح في الليل في اي وقت تسول عليا كيف بقيت ديما. نهار لا اله الا الله، نهار اللي شفتها وهي باقا على الوجه اللي شفتها عليه ما عمرها ما تبدلات. بغيتك دكتور تدعي معاها وكاع المستمعين، كنقول لهم الله يجازيكم بالف خير لما دعوا مع هذه السيده، راها شويه عيانه مسكينه شويه شاكيه، الشكوى لله عز وجل. كنتمنى والله تعالى يشافي الجميع ويحفظ مالكنا الغالي ويصلح بلادنا ويحفظ لنا وليداتنا، اللهم امين، ويحفظنا المسلمين في كل مكان ويحفظ جيراننا ويحفظكم يا دكتور، ويجعل ان شاء الله كل عام اذاعه ميد راديو على خير وبخير، وكاع العاملين فيها على خير وبخير. اللهم امين. كاع اللي كيسمع ليا كنقول له الله يجعل ربي يحفظكم ويشافي كاع المرضى ويرحم كاع امواتنا يا ربي يا رحمن يا رحيم. على الغيث يا ربي، يا الغيث يا ربي، واخ ثاني يا ربي تجازي مع عمر ما خسر له خاطر، الله يحفظه وجميع سامي في الاخراج الشاب الوسيم ديالنا يا ربي يا ربي. سؤال يعني لا دويتي على الرجاله كيكون عندهم، قلتي كتكون عندهم بحال شي دينار كيكون في الجبهه ديالهم، اييه واش النساء حتى هما كيكون عندهم؟ لاني انا عندي شي حاجه في جبهتي ولكن الفوق عندي الشعر ديالي ما شاء الله. اي هذا لا ام محمد، اي دعي معنا بالصلاه الله يحفظك لنا، كون عندي ويحيلات زوينين حتى انا، يعني احنا الحمد لله راكين في القليل، ولكن بنادم على حسب الوليدات وكان مواد نهان يا دكتور اللي جات من الله مرحبا اللهم لك الحمد يا ربي يا الله يحفظك لنا. شكرا لك، شكرا لك لنا ام محمد، المراه المرضيه، المراه الصادقه. ام محمد هي امراه قرويه في العالم القروي، كتعيش في اقليم اسفي منطقه سبت كزوله ربما في الهوامش، وكتعيش في واحد الوضعيه ديال الفقر الشديد، وزوجها مجرد راعي غنم عند بعض الناس، يعني كيجي غير من 15 يوم ل 15 يوم، وعندها وليداتها وبنيتها صغيرين في المدرسه، وعايشه في واحد الوضعيه يعني اكثر من 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 قليله جدا، يعني ما شاء الله. ومع ذلك مرضيه ومهديه ومجتهده في العباده ومجتهده في الطاعه، وكتواصل مع الراديو وكتبغي تعرف وكتتصل مع الناس والضعفاء خصوصا والمكفوفين والمكفوفات، صديقه الجميع. والله يرحم ميمتك، الله يوسع لها الرحمات، عشنا معك المعاناه ديالها والله يوسع لها الرحمات. لالا ام محمد، اي فعلا تكلمنا في الاول على اوصاف محمد رسول الله والذين معه، وذكرنا بأن من أوصافهم المذكورة في القرآن العظيم والمذكورة في التوراة المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام، والمذكورة في الإنجيل المنزلة على سيدنا عيسى عليه السلام، جميع الكتب المقدسة تكلمت عن محمد ومن معه. ذكرنا بأن بعض المفسرين قالوا محمد رسول الله والذين معه، قالوا هم الصحابة الأنصار والمهاجرين، لكن علماء آخرين قال لك لا، هو يشمل كل من مع سيدنا محمد، كل عصر إلا وكان هناك رجال وكان هناك عظام هما مع سيدنا محمد، ينصرون دينه ويتمسكون بمنهجه ويسيرون على هديه وينتصرون لسنته، هذو هما أتبع محمد في كل عصر وكل حين. وقالت الآية سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في أثر السجود، بعض العلماء قال لك هو هذيك العلامة السوداء اللي كتكون في الجبهة بين العينين لدى مكان السجود، وقيل السبب هي من كثرت صلاته بالليل حاسون وجهه بالنهار، اللي كثرت الصلاة ديالو بالليل كيعطي الله واحد الهبة في النهار، كاين اللي كتشوفه في النهار كيبان فيه واحد الجمال غريب، ماشي بحال الجمال المقياس ديال ملكات الجمال اللي معروفه عند البشر، كيعطي الله واحد الهبه، واحد النور، واحد الهدايه في الوجه ديالو، واحد العظمه. من كثرت صلاته بالليل حسنت وجهه بالنهار، هذا خاص بالرجال على وجه التغليب، على وجه التغليب، والا فحتى النساء تمكن فيهم هذه الصفات، لأن المرأة ليست كالرجل مطالبة بقيام الليل، المرأة ما هي مطالبة بحال الرجل بقيام الليل، لأن المرأة عند الأمومة وعند التربية وكتسهر على تسيير شؤون البيت، هي آخر من ينام وهي أول من يستيقظ، والأسرة كلها ما كتشوفش الأب، كتشوف الأم، هي اللي غتجيب لهم الإفطار،
وجبة الغداء وجبة العشاء هي اللي غتقوم بتنظيف البيت وإعداد كل المستلزمات، هي اللي غتقوم بالتصميم وإيجاد الملابس الثياب. المرأة عندها واحد المسؤولية كبيرة جدا، فالمرأة إذا صلت خمسها وأطاعت بعلها وحافظت فرجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة الثمانية من حيث شئت. المرأة هو مطلقة خمسها، صلي غير خمس صلوات فقط، مع العلم أن في الأديان الأخرى بحال في اليهود اليهودية المرأة لا تصلي. علاش؟ كتقول لك هي كتقوم بأشغال البيت، الرجال فقط يصلون، أما النساء لا يصلون إلا نادرا. وكذلك في المسيحية، أما المرأة المسلمة هي ملزمة بخمس صلوات، فإن زادت على ذلك كان لها من الأجر والثواب الشيء العظيم. لهذا في التاريخ ظهرت صالحات كبيرات، منهم رابعة العدوية التي كانت تقوم الليل وتناجي الله رب العالمين. وأكيد المرأة إذا بقيت تسجد لله في التراب أكيد أن الجبهة ديالها غيكون عندها واحد الأثر، لأنها لا تسجد على الثوب وإنما تسجد على التراب، كيكون عندك الأثر، وهذيك علامة على الإيمان وعلامة اليقين. هذيك العلامة السوداء اللي في الجبهة راه غتكون يوم القيامة نور، نور عظيم بحال واحد البيل ولا واحد المصباح عظيم ينبعث منه النور كاع اللي عنده الجبهة. الإنسان والجبهة سبحان الله العظيم العلاج النفسي، الآن دابا اللي عنده الأمراض النفسية كنقول لي أحسن طريقة للعلاج هو السجود، ما تبقاش تقلب على طرق وأساليب مختلفة ديال العلاج النفسي، ديال الأدوية غتتمحن طول كل 10 سنين وكيتعالج باقي كما تعالج باقي في الحالة. أحسن طريقة علاجها مضمون وسريع ومجربة وهو السجود، عليك بالسجود، وسجود واقترب، وسجود واقترب، وغتشوف العجائب، وغتشوف الطمأنينة والسكينة، وغتشوف الصحة، وغتشوف البركة، وغتشوف النور، وغتشوف الكرامات، وغتشوف السعادة والهناء في الدنيا قبل الآخرة. فأسأل الله تعالى أي واحد كان كيكثر من السجود ربي سبحانه وتعالى غادي يعطيه الخير والبركة والتسير. لالا أم محمد الله يكمل لك الرجاء، واللهم تعالى هاد السيدة اللي انت كتعاملي معها اللهم تعالى يعطيها الشفاء والسلامة ونور سيدنا محمد يكون معها، الله يعطيكم الصلاح والفلاح والبركة والتسير، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وكان بغي نذكر الأحباب الكرام ديالنا أن غدا إن شاء الله تعالى على الساعة 10 ببلادنا المملكة المغربية الشريفة سوف يقام صلاة الاستسقاء. نحن جميعا مدعوون باش نكون إن شاء الله غدا جمعة أننا نستحم ونغتسل، اللي قدر أنه يغتسل في هذه الليلة قبل أن ينام يغتسل، واللي تعذر عليه حتى الصباح الباكر ويغتسل. هذاك الغسل ينوي فيه بأنه لولوج المصلى، لأن الغسل كان للنظافة وللتبريد، هذا كيكون غير ما فيه لا أجر وثواب، هذا مباح، لكن الغسل لك لرفع الجنابة في أجر وثواب عظيم، ولك الغسل ليوم الجمعة في أجر وثواب عظيم، ولك الغسل غنمشي إلى المصلى في يوم إما في الأعياد وإما في صلاة الاستسقاء في أجر وثواب عظيم. نغتسل ونلبس واحد اللباس، ليس بالضرورة أننا نلبس لباس فاخر، هو من السنة أننا نمشي قاع بدون غسل صلاة الاستسقاء، إذا كان فالإنسان يمشي وهو مهمل لباسه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالرجل يطيل السفر أشعة أغبرة يمد يديه إلى السماء، يعني غنمشيو للاستسقاء ماشي نلبسوا أحسن لباس كما في الجمعة وكنتعطروا وكنديروا اللباس الأبيض، لا، في الاستسقاء نمشيو بواحد اللباس اللي هو رتن، لباس اللي هو بسيط اللي كيبان فينا الاستضعاف وشعرنا منتفش، كالرجل يطيل السفر أشعة أغبرة، يعني أغبر ما عيمش ما غسلش وأشعته ما مشطش راسه، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب. نمشي للاستسقاء ونصلي ونذكر الله تعالى ونناجيه ونكثر من الاستغفار، وحنا غادي الاستسقاء نكثر من الاستغفار، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا في المملكة الشريفة بأمطار الخير وأمطار الرحمة وأمطار البركة. ولا شك ولا ريب إذا اجتمع المؤمنون والمؤمنات ودعوا الله تعالى ربي غادي يعطينا. وحنا في هذه الساعة المباركة أيها الأحباب الكرام في هذه الساعة المتأخرة من الليل وهي ليلة الجمعة الليلة المباركة، بغيتكم جميعا أيها الأحباب الكرام نرفعوا يدينا للسماء
ونقول يا رب يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا كريم، يا فتاح يا عليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، لا إله إلا هو. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطايانا واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. يا رحمن يا رحيم، أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل. اللهم يا رحمن يا رحيم، لا تحرمنا سعة رحمتك، لا تحرمنا سعة رحمتك، لا تحرمنا سبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. يا رحمن يا رحيم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا، واغفر لنا جهلنا، واغفر لنا إسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا يا مولانا جدنا وهزلنا، اغفر لنا خطأنا وعمدنا، واغفر لنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما أعدك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ بالإيمان قلوبنا، وباليقين صدورنا، وبالنور وجوهنا، وبالحكمة عقولنا، وبالحياء أبداننا، واجعل القرآن الكريم شعارنا، والسنة المطهرة طريقنا. يا رب العالمين، يا من يسبع دبيب النمل على الصفا، يا من يحصي وقع الطير في الهوى، ويعلم ما في القلب والكلى، ويعطي العبد على ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. يا رب، إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم آمين يا عظيم السلطان، آمين يا قديم الإحسان، آمين يا دائم النعماء، آمين يا باسط الرزق ويا كثير الخيرات، ويا واسع العطاء، ويا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، ويا حاضرا ليس بغائب، ويا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليما لا يعجل. اللهم الطف بنا أجمعين، ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، اللهم ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك سهل يسير. اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا قابل التوب، يا واسع المغفرة، يا من كتب على نفسه الرحمة، ارحمنا وارحم عبادك المؤمنين، يا من عنده مفاتيح الغيب،
لا يعلمها إلا هو، يا من له مقاليد السماوات والأرض، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحمد في الأولى والآخرة. اللهم يا رب العالمين، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن ترحم عبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد، اللهم وحد صفوف أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع راية أمة سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين، وانصر أخواننا في فلسطين، وكن معهم وليا ونصيرا. اللهم كن معهم وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي، إن بالبلاد والعباد من الشدة والضنك ما لا نشكه إلا إليك. اللهم ادفع عنا الجوع، وادفع عنا الفقر، وادفع عنا المرض، واكشف عنا البلاء، واشف عنا الغلاء جميعا. أيها الأحباب، نقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا ببابك واقفون، فلا تطردنا يا رب العالمين، وإياك نسأل يا رحمن، فلا تخيب دعواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم تضرعنا، اللهم آمن خوفنا، وتقبل أعمالنا، واصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، هذا حالنا لا يخفى عليك. يا رب، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا إنك عفو رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اغفر لنا يا مولانا، واختم لنا بالحسنى، اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.